مرحبا بك في شلاور في 100 ثانية. اليوم لماذا روما والسنة؟ روما والسنة وتستخدم في المنطقة الناطقة بالألمانية. السنة هم مجموعة الغجر الألمانية مع تحديد ذاتي قوي ومميز. هناك سنت محافظون للغاية يعتقدون أنهم ليسوا جزءا من شعبنا الغجري، بل هم جزء من حد ذاتها. نتيجة لذلك يتم التحدث عن روما والسنة في المنطقة الناطقة بالألمانية. هذا بالتأكيد له علاقة بقصة الاضطهاد من قبل النازيين، ومعها الإبادة شبه الكاملة للسنة الألماني. تم تدمير الكثير من ثقافتهم ولغتهم وتاريخهم في معسكرات الموت النازية. نجا عدد قليل فقط من السنة القدامى ممن كان بإمكانهم نقل الثقافة واللغة. تتحدث جميع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية عن الغجر، وتعني جميع مجموعات الناس. صاغ روماني روز رئيس المجلس المركزي للسنة والروما الألمان الأون أن مصطلح الغجر يشمل السنة. السنة جزء من شعب الغجر. الحجج لهذا الأمر واضحة وواضحة في الأساس. هذه هي لغة الروما في لغتهم. لديهم ثقافة رومانية مشتركة وتاريخ مشترك. أتمنى أن تكون قد تعلمت شيئا، وستزورني مرة أخرى في سلسلتي سمارتر إن 100 سيكوندز في الأسبوع المقبل. مقارنة بين مصطلح معاداة الغضب ومناهضة الغصب.